كده اهو، يلا حط ايدك على رجلي وانا بقى ايه همسك في ايدي كده اهوت واقول لك ايه بس 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 وروح حط على ايدك. يلا انا بقى العب، يلا يلا. هيبطل الدق ده كل حاجته متلخبطه كده ومترميه، انا اللي هقعد اوضف واعمل. يا سماح، يلا سماح عشان رامي جه. سماح، انت كمان نفسك في حته عين، حارم نفسك وحارمني منه ليه؟ ايه ده سماح؟ من امتى وانت بتفتشي في حاجتي؟ ورحمه ابويا عمري ما عملتها ولا هعملها، وانت عارف ده ربنا، ربنا اللي عايزني اشوف عشان يقول لك كفايه بقى، حرام عليك بتعمل فيا كده ليه يا ريت؟ ليه عايز تحرمني من احلى كلمه في الدنيا؟ ليه مش عايز يجيلي بنت ولا ابن ويقولوا لي يوم؟ ليه بتخليني امشي في الشارع وشوف اي واحده شايله عيل واقول يا بختها؟ ليه يا ريت؟ ليه؟ مش لازم اطلع زي يا سماح، انا تعبت واتمرمطت في الدنيا دي، مش عايز العيل يجي يتمرمط هو كمان، مش عايزه في يوم من الايام يجي يدعي عليا. واحنا من امتى لعنا اهالينا عشان عيالنا يجوا يلعنونا؟
بنت الناس افهميني. افهم انت يا ري، لازم تعرف ان انت حارمني من احلى احساس في الدنيا، والست عمرها ما بتحس ان هي ست غير لما يبقى معاها حته عيل، وانت حارمني من ده وعمري ما هسامحك. الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت عايز تسيبني يا راي مش كده؟ الموضوع واضح زي الشمس، عايز تسيبني عشان يوم ما تيجي تطلقني تبقى خفيف خفيف مش كده؟ خفيف خفيف. سمعت كل حاجه في حياتي، ما اعرفش اعيش من غيرك ولا اعرف اعيش مع واحده تانية. انا عارف ان حقك يبقى ليك عيل، بس انا خايف بجد، خايف خايف العيل اللي يجي ده يستعر مني، خايف حد يساله في يوم من الايام ابوك مين، يكسف يقول ابويا مين. اوعى اسمعك بتقول كده، من كام يوم قاعد بتكلمني على الفلوس والرجاله اللي معاهم فلوس. لو بتتكلم على الفلوس فانت شفت الرجاله اللي كانوا بيترموا تحت رجلي وسبتهم كلهم وجيت لك انت، عارف ليه؟ عشان بحبك، عشان كان كل املي في الدنيا اني ابقى ماشيه جنبك في الحته والناس تقول اهي اهي اللي الرايق اختارها وحبها. شفت بقى انت كبير في نظري ازاي؟ متخيل يعني يوم كده اما نجيب حته عيل هيبقى بيحبك قد ايه؟ خلاص يا سماح، خلاص هنسيبها على الله، واللي لينا فيه نصيب هنشوفه. هم يغيروا هدومك عشان رامي عبد الله مستنيكي.